من بين اللهب والدم جاء تلفزيون بلقيس في سنوات حارقة لا يمكن أن تتواجد فيها سوى المؤسسات الهادفة. نحو السنة الرابعة يخطو طاقمها بثقة متزايدة مدركين أين يقفون من الضحية والجلاد من الجريمة والقاتل. مولد هذه الشاشة لم يكن أكثر من تعديل في جينات الإعلام المحلي التقليدي الذي ظل النظام السابق يسيطر عليه ويخادع المشاهدين حتى في نشرات الطقس. ولطالما آمنت الوسيلة برسالتها، وتلك حقيقة بلقيس كان عليها أن تخلق لتشكل قوة ردع للمشاريع التمزيقية التي تعمل في الظلام لتضعهم هي تحت المجهر. فلا يمكن لهذه الشاشة إلا أن تكون في صف الضحايا والمقهورين والمعذبين وبعيدة كل البعد عن مهام وسائل الترويج. إيش وضعي من ماذا؟ إيش تشوف من وضعي؟ لا رواتب لا بيت، يعني نحن خلي على الله بس. ثلاث سنوات كانت رسالتها ناقلة للحقيقة منتصرة لحق الضحايا. ومع طاقم بلقيس الميداني والمكتبي انحسرت مساحة الدعاية الإعلامية، فمن انقلاب وحرب الميليشيات إلى غارات التحالف الخاطئة وتشكيل الكتائب الميليشياوية في عدن وتعز، ظل الخط التحريري نفسه وبقيت بلقيس على مسافة متساوية من الجميع، محافظة على سياستها الإخبارية ولم تخرج يوما عن النص. هذا واستطلعت قناة بلقيس آراء عدد من الصحفيين والناشطين في الذكرى الثالثة لانطلاق بث قناة بلقيس، وأشاد متابعونا بالتنوع الفكري والسياسي والجغرافي الذي تحتضنه القناة واهتمامها بالمواضيع المتعلقة برصد الانتهاكات وتسليط الضوء على جوانب اجتماعية وأخرى متعلقة بالتعليم والطفل. قناة بلقيس شكلت إضافة جيدة في الإعلام اليمني، اتفقنا أو اختلفنا معها أو مع مضمون ما تقدمه أو مع بعض هذا المضمون، إلا أنها حوت الكثير من التنوع وأثارت الكثير من القضايا وقدمت نقاشات مثمرة، ونتمنى بذكرها أن تجدد المزيد من القلق في سماء الإعلام اليمني خاصة الآتي من خارج الحدود، وأن تتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها من سابق، أن تكون الأكثر انحيازاً للإعلام المهني بما يشكل إضافة نوعية وجيدة للوعي بالنسبة للرأي العام اليمني حتى يستطيع أن يرى المشهد بشكل أفضل. في البداية نهنئ قناة بلقيس وهي من القنوات الرائدة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي في مجال تغطية الأخبار بشكل عام وتغطية ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان سواء من حيث رصد القضايا أو توثيقها، فقد كانت القناة مواكبة لكل خطوات اللجنة وفعاليتها وأنشطتها. هذه القناة يعني في ميزة عن بقية القنوات اللي هي ممكن تقدر تقول دي متخصصة بالأخبار، قناة أخبارية، يمكن بقية القنوات ما هيش تخصصها كان بشكل رأسي اللي هو للأخبار، كانت متنوعة، يعني الأخبار جزء من أعمال القناة. وكمان في حاجة اللي هي يعني القناة قناة بلقيس الملح فيها أن تستضيف الكل من مختلف المجالات والقوى السياسية، تستضيف الكل. وإيش كمان أنا اللي عاجبنا كموضوع شخصي إنه بتتكلم كلام، والكلام اللي تقوله ما تقيش ثاني يوم تشوفه بالبرنامج أو باللقاء اللي تكلمته به إنه حذف أو لغو جزء من الكلام اللي قلته. بالنسبة لقناة بلقيس هي قناة إخبارية لديها برامج ثقافية جيدة، ونحب أنها تهتم بالجانب التربوي لأنه أهم الجوانب التي تبني بناء الإنسان هي التربية والتعليم. امتازت قناة بلقيس أيضا بتعدد الآراء في برامجها واستضافة شخصيات سياسية مهمة في إطار ما نحن فيه